هلو، فيديو ثامن من الأسبوع الأول لترجمة دورة Introduction to Programming with MATLAB في منصة كورسيرا. ولاحظ اللي فات شفنا كيفاش نرسم منحنيات في نافذة في الماتلاب. إذا هذه الخطرة في هذا الفيديو غادي نشوفوا خاصيات أخرى للا فونكسيون أبلوت. نروحوا لماتلاب سامبلومون نكتبوا جينيرال ممكن نكتبوا بلوت ونديرو اكس اكسيس واي اكسيس ونديرو اونتري تخرج لنا في فينتر. هذيك لا فينتر اسمها فيجور 1. دونك في الماتلاب نقدر نتحكم في لي فينات في النوافذ. غايزوم نكتب فيجور ندير اونتري تخرج لي فيجور 1. فيجور 1 هذه هي اللي موالف تخرج لي فيها كي نكتب بلوت اكس فيجور ايغريك ونطلع وندير اونتري. دونك اوتوماتيكمون بطريقة أوتوماتيكية تخرج لي وين؟ تخرج لي في الفيجر 1. أوكي، لما طلع نقدر نزيد دوت فيجر ندير أونتري فيجر 2 نزيد فيجر ندير أونتري تخرج لي فيجر 4. لحد الآن عندي 3 فيجر 1 فيجر 2 فيجر 3 3 تاع لي فيجر كيما كنت تشوف هنايا فوالا 1 2 3 كاع ما فيهم والو. دونك ميتنون الان غادي نرسم في الفيجور اللي راني باغيها. نرسم في الفيجور اللي راني باغيها. اولا اللي غيكون عندي المعطيات يعني لاكس دي زيكس ولاكس تاع دي زيكغريك. المعطيات نجيبهم كيما الخطا اللي فاتت نجيبهم من هنا فوالا كيما كتشوفوا اكس كوردينيت فوالا. هنا في بلاصه كوردينيت نكتب اكسيس باش تعرفوا بلي هذه فقط اسم تاع متغير اسم تاع فاريابل نقدروا نبدلوه. نكتبوا اكس تيغي دويت اكسيس ونروحوا لا ميم شوز بور ايغريك اكسيس. اوكي انا ثاني نبدلو في باس كوردينيس نكتبوا اكسيس الاسم تاع الفاريابل مسموح به تبدل تكتب كيما تبغي بس مصيبه يكون عندها معنى كيما انا اكس اكسيس واي اكسيس. الشرط الوحيد اللي يكون لو نومبر رقم الاعداد عدد الارقام اللي كاين في الاكس اكسيس يساوي عدد الارقام في الايغريك اكسيس. هنا كاين 3 3 طري بيان. دونك ميتنون غادي نكتبو بلوت اوكي اكس اكسيس فيغول واي تيغول ويت اكسيس فوالا. دونك نديرو اونتري. دونك وين يخرج لنا البلوت؟ وين يخرج لنا البلوت؟ المنحنى تاعنا وين يخرجنا؟ اسكو يخرجنا في فيجر 1 ولا 2 ولا 3؟ هنا اجابه شهيره. الاجابه هي يخرجنا في الفيجر اكتيف. الفيجر اكتيف هي اللي راه فيها الكلافي اللي راه فيها لا سوري باغ اكزومبل. كيما هنايا جيت انا خيرت فيجر 2 راني فيجر 2 كون ندير اونتري البلو تاعي وين غادي نلقاه؟ غادي نلقاه في الفيجر 2. علاش؟ تحت لا فينتر اكتيف اللي كان فيها الكيرسور تاع لا سوري كان في لا فيجر 2. غادي نروح نفيريفو في فيجر 1 ما كانش فوالا. فيجر 1 فيها والو. فيجر 3 ما فيها والو. اوتوماتيكمون غادي نقول في الدو على خاطر كنا حاطين لاسوري الكيرسور تاع لاسوري في الفيجر 2 فوالا. تري بيان. دونك كنا بغينا نرسم في اي بلاصه باغ اكزومبل نزيد هنا بلوت واحد اخر اوكي راني باغي نرسم البلوت تاعي في الفيجر فيجر 1 نكتب تو سامبلومون فيجور اي قبل نكتب فيجور بين قوسين ان ندير بوان فيرجول نكتب بلوت. هذه معناتها الفيجور اكتيف شكون هي؟ هي الفيجور ان. قلت لها الفيجور ان هي اكتيف نرسم فيها البلوت ندير اونتري فوالا طلعت لي في الفيجور ان فوالا. فيجور دو كان ديجا فيها بلوت والفيجور تروا راهي فيرج راهي خاوية فيد. اوكي سوبر. دونك انا غير باش ندير لا ديفيرونس ما بين فيجور 1 وفيجور 2 باسكو راها فيها لا ميم ديسان. نكتب ندير كيما هكا نكتب فيجور 1 نكتب بلوت اكس اكسيس واي اكسيس. انا نبدلو لا كولور ابوستروفي هنا كيما شفنا في الفيديو السابق قلنا باللي في البارامتر نمرة بارامتر نيميرو 3 نديرو لا كولور
ونديرو نقاط التقاطع ونديرو طريقة الخط. فوالا دونك لا كولور اللي غادي نخيروها في الفيجير 1 نخيرو باغ اكزومبل ريد، ونخيرو نقاط التقاطع بزائد ريد زائد نخليه شرطة نورمال داش. اوكي فيجر 1 هنا ريد اغ نديرو علامة الزائد ونديرو داش وحدة. اوكي فوالا خرج لي بالاحمر فيجر 1 خرج لي بالاحمر ونقاط تقاطع بزائد. كما كتشوفوا هنا البلوت تاعي ماشي ماراش واضح بزاف، كسوسوا نقاط التقاطع اللي راهي ماشي تبان، هذا الزائد ماشي يبان مليح، والخط راه يبان لكيك بزاف. نقد هنا في البلوت نقد نقد نغيره ولا نزيد له ليبيسور، نطلع غير بالكلافي باش يعاود يخرج لي في لافي دو كومون، يخرج لي لا ميم انستريكسيون، ونزيدو نزيدو بارامتر واحد اخرين. بس علاش البلوت؟ هضرنا على البوليمورفيزم، يكون فيه خاصية عدة تعدد. نديرو باغ اكزومبل ماركر، نديرو لاين ويد ال ماجيسكيل، لاين دبليو ماجيسكيل، والاخرين بالميجيسكيل. لاين ويد معناتها ليبيسور، ما بين ابوستروفيز نعاود ندير فيرجول ولا ليبيسور ديرها اللي بدو باش تبان مليح. نزيدو الماركر سايز، الماركر سايز هو ما بين ابوستروفي نقاط التقاطع سايز، ديرو فيرجول ونقوله ديره لي بالبايزون الويت. اوكي بالويت. دونك انا توجور راني في الفيجر 1، اكس اكسيس واي اكسيس ريد بلس و تيغي نورمال، ليبيسور الخط 2 نقاط تقاطع ب 8، ونديرو اونتري. كيما كتشوفو في الفيجور 1 راه بلو ليزيبل، مقروءة بشكل جيد جدا. دونك الاحمر خط راه غليظ، نقاط تقاطع زائد راه واضح جدا. دونك كيما كتشوفو البلوت هادي عندها عدة خاصيات لي يسموه البوليمورفيزم، اللي نزيدو فيه اللاين ويد، اللي نزيدو فيه الماركر سايز. دونك هنا لا ميم شوز، غادي نفس الخدمة نديروها مع الفيجر 2. طلعنا غير بالكلافي، بالكلافي بالسهم اللي طلع باش خرجت لنا لا ميم سيليكسيون، غادي غير نبدلو في بلاصة فيجر 1 نديرو فيجر 2 ونروحو نبدلو الشكل هنا دو بريفيرونس. نروحو باسكو مانيش حافظهم، تو سامبلومون نخير لا كولور الاولى. دونك هنا باغ اكزومبل نخير ماجنتا ام، ونخير بنتاغرام، بنتاغرام اللي هو البي اللي هو نجمة ام بي، وندير زوج تاع لي داش خطوط متقطعة. اوكي ام بي خطوط متقطعة، ام في بلاصة ار، في بلاصة ار ندير ام، في بلاصة زائد ندير نجمة، وهنا زوج تاع داش. اوكي تخلي اللاين ويد بزوج باش تبان، وماركز نقاط التقاطع ويت باش تبان مليح، ندير كونتري. فوالا فيجور 2، نروحو نشوفو مع الفيجور 1. فوالا كيما كتشوفو هنا بيانات رائعة وجميلة بالمطلب. دونك هذه الفيجور 1 لا ميم فونكسيون لي ميم دوني المعطيات، بدلنا لا كولور وبدلنا نقاط التقاطع. سوبر سوبر. دركا غادي نشوفو في الفيجر 3 نشوفو حاجة واحدة أخرى، غادي نشوفو منحنى بياني، غادي نشوفو دائرة نسبية. غادي نشوفو دائرة نسبية في الفيجر 3، نكتبو أكتيفوها فيجر 3. أوكي فيجر 3 ندير بوان فيجر، ونكتبو لا كوموند باي. لا كوموند باي زعما معناتها هي دائرة النسبية، الدائرة النسبية اللي فيها النسب مئوية. حلو كيما هكا. ناخذ المثال اللي راه عندنا هنايا. اوكي 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 ورا المثال هذا. فوالا فوالا باي اونتر بارونتيز نديرو فيكتور اللي فيه
بعض النسب المئوية ك 2 7 ك 9. انت تقول لي هادو ماشي نسب مئوية، 4 2، كيفاش عرفهم بلي نسب مئوية؟ دونك الماتلاب وحده كيشوف الباي، وحده يحسب النسب المئوية على حسب الاعداد اللي عندي هنايا. باغ اكزومبل انا عندي 4 و 2 6 و 7 13 وال 4 17 والسبعة 17 17 و17 17 و23 24. دونك المجموع هنا 24. دونك هنا على حسب مجموع الأعداد يدير لي النسب المئوية. دونك هنا أوتوماتيكمون الرابعة هذه النسبة المئوية تاعها غادي تجي 4 في 100 تقسيم 24. 4 في 100 تقسيم 4 في 100 تقسيم 24 باش نلقوا النسبة المئوية. أوكي، دونك نديرو أونتري. واو سوبر، فيجر دروا فيها النسب المئوية كما راكم تشوفوا هنايا. باغ اكزومبل 17%، 17% من جات كيفاش داير حسابها؟ حنا قلنا المجموع هو 24، المجموع 24 اللي هي 100%. دونك انا خاصني 4، 4 كندير، انا كندير نحسب النسبة المئوية 100 في 4 تقسيم 24. دونك 100 غير باش نفهمكم، صافي راه بين قوسين باش نحسبها نيشان تقسيم 24. هنا 16.6 تقريبا 17، كيما كتشوفو هنا 17، هاهي 17. 29 ولا 8 من جات 8 باينه باللي هي اصغر نسبه اللي هي تاع 2. دونك شنو درنا؟ لا ميم شوز، هنا في بلاصة 4 كاين 2 النسبة المئوية بالنسبة لهذا الفيكتور، كي نديرو اونتي نلقو 8.3 اللي هي 8، 8%. اوكي، تبقى لي باغ اكزومبل 7%. هنا 4 باينة بلي هي كيما الأولى، فوالا 17 17 بقات لي 29 اللي هي 7. 7 كيفاش خرجت لي بلي 29%؟ دونك هنا 10 فوا 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 6، فوالا 29.16، 29%، 29%. دونك كيما كتشوفو هنا في الماتلاب نقدر نتحكم في لي فيغور، في لي بلو تاعي. دونك هنا عندي فيغور 1 درته منحنى ديال بالاحمر و ني قطعته تقاطع بالزائد، المنحنى الثاني لون بالماجنتا و ني قطعته بالنجوم، والمنحنى الثالث فيغور 3 خدمت به دائرة نسبية. تري بيان، كون نبغي باغ اكزومبل نبلع اون فونات ولا نافذة نبلعها، دونك كاينة انستريكسيون لي غادي نشوفوها لي هي كلوز، كلوز باغ اكزومبل على حساب الفونات لي راك باغيها. باغ اكزومبل انا نبغي نبلع فونات نيميرو 2 لي راه فيها ماجنتا، ندير اونتري، نروح نحوس هنا على لي فونات لي عندي، فوالا باغي فقط فونات 1 وباقي فوناتر 3، 2 ما كانش، على خاطر درت لها كلوز. كنا بغينا نبلعهم كاع نكتب كلوز اول، ندير اونتري، سوبر. دونك هنا ما كانش، فوالا ما كانش لي فيغور. دونك كان هذا فيديو تكميلي للفيديو السابع اللي فيه خاصيات البلوت وكيفية التحكم في النوافذ، وشفنا ايضا كيفية رسم النسبة المئوية ولا الدائرة النسبية. تربيان دون إلى الفيديو القادم.